اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. ايمن جلبرتو، ازيك يا ايمن؟ كابتن اسلام. صبري سراج، ازيك يا صبري؟ مساء الفل يا كابتن. اخباركم ايه؟ الحمد لله. مبروك الطايره. الحمد لله. عاملين ايه في الطايره؟ كويسين. ملوك. ملوك. احنا ملوك الطايره في مصر، ده الهتاف الاشهر لجمهور النادي الاهلي في لعبه الكره الطائره تحديدا، كمان لان احنا سابقين فيها بكتير محليا وافريقيا. دلوقتي احنا ملوك وملكات الطايرة. مبروك، انجاز جديد يضاف للنشاط الرياضي في النادي الاهلي، مجلس الادارة، الكابتن خالد العوضي. طبعا يعني كان كلام كتير الفترة اللي فاتت طبعا على الطايرة تحديدا، فريق الرجال السنة اللي فاتت خسر الدوري وخسر الكاس، الناس بتتكلم عن اعمار بعض اللاعبين، لكن الحمد لله احنا بنبتدي الموسم او يعني الفترة دي بطولة على حساب نادي الزمالك بتدعيماته وبمستواه برضو وتطوره في الفترة الأخيرة في الكرة الطائرة، فبتبقى حاجة مهمة. كمان برضو فرقة السيدات، طبعا احنا كنا عارفين الظروف اللي حصلت الموسم اللي فات واللعيبة اللي مشت والأمور دي كلها، ولكن النادي الأهلي دايما بيبقى جاهز ودايما عنده من أبنائه وتدعيماته اللي يخلي دايما فيه استمرارية، فكمان برضو بطولة مهمة لفريق السيدات. مبروك للنادي الاهلي، دي لسه البدايه، حتى طبعا احنا الكلام كله على السيدات، لسه في ثلاث بطولات تانيين، الدوري والكاس في افريقيا. الرجال برضو لسه في بطولات، لسه قدامكم المشوار طويل، دي مجرد بدايه. كلمه واحده بس عايز اقولها في الحته دي برضو يا كابتن اسلام، يعني اتمنى ان الناس تدي الكابتن احمد صلاح، وانا حاسس ان الكابتن احمد صلاح في لعبه الطايره في مصر طبعا الناس بتكلم عليه كأسطورة، بس مش متبروز كرجل أسطورة مصرية في الكرة الطائرة، ده راجل يعني عالمي. انت بتقول أسطورة ومش أسطورة يعني؟ لا يعني في لعيبة بس كابتن احمد، لا أنا الناس كلها عارفة يعني طبعا. لا يعني ما اقصد ان لازم ياخد وضعه اعلاميا يعني، طبعا احنا هنا النادي الاهلي بنبروز كل نجومنا، لكن اعلاميا لازم زي ما في لعيبه في العاب اخرى بيتقال عليها اساطير ونجوم وبيتعمل لها احتفالات، و كابتن احمد صلاح لازم هو كمان يتصدر الاغلفه دي ويتصدر العناوين دي، لانه يستحق مشواره الطويل في الكره الطائره سواء مع النادي الاهلي او مع منتخب مصر. صبري، خطوه على المسار الصحيح المعتاد، يعني تصحيح للمسار زي ما بنقول، اللي حصل السنه اللي فاتت كان استثناء، السنه دي احنا بنرجع لوضعنا الطبيعي ابطال في الطائره سواء رجال او سيدات، فمبروك للفرقتين ومبروك لمجلس إدارة النادي والنشاط الرياضي كله. طيب. الحقيقة اللي حصل يعني فرحة كبيرة، جمهور الأهلي كله فرحان، ويا رب دايما الأفراح دي تكون مستمرة، كلنا جايين مبسوطين ومودنا حلو بسبب اللي شفناه النهاردة وامبارح، فألف مبروك لكل جماهير النادي الأهلي. الطائرة دايما عايزين نكسبها، السلة دايما عايزين نكسبها الجميع الحقيقة، ولكن دايما زي ما قلت لحضراتكم نظل نتذكر الوزير عمرو فاروق نائب رئيس النادي الأهلي في مثل هذه الأمور. ملف برضو أيمن محتاجين نتكلم عنه، وهو ملف ومن بدري، لأنه في لخبطة فيه. أنا موضوع الحكام الحقيقة أو ملف التحكيم بالنسبة لمباراة نهائي كأس مصر ما بين النادي الأهلي ونادي الزمالك، في أنا حاسس إن في لخبطة. يعني إحنا هنا في قناة النادي الأهلي وحضرتك تحديدا في أكتر من مرة أشدت بالحكام المصريين في كأس أمم أفريقيا وما قدموا له، ده حقهم يعني، احنا ما بنتجناش عليهم ان احنا مش ضد التحكيم المصري، ولكن دايما بنحط يعني ايه يعني النقاط فوق الحروف، ودايما بنتكلم في مواضيع معينه. اللي حصل ان من ساعه ما الدوري رجع ولقينا ان في اخطاء بتتكرر تاني، يعني ماتش زد وبيراميدز كان فيه جدل على خطا في ضرب الجزاء، ماتش الاسماعيلي والزمالك، ماتش الاسماعيلي وسيراميكا، في اخطاء غريبه. اخر اربع مباريات ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك بحكام مصريين وكان فيهم انتصارات للنادي الاهلي، كان فيهم جدل تحكيمي. النادي الاهلي مثلا مباراه 2-1 بتاعت بيتسو موسيماني كان في جدل على ركله الجزاء اللي حصل عليها نادي الزمالك وتصدر ليها كان وقتها علي لطفي. مباراه 1-1 تعادلنا فيها في نفس الدوري، الكابتن رامي ربيعه كان له ركله جزاء لما تحتسب. مباراه 5-3 كابتن اسلام، صحيح احنا كسبانين 5-3 واتحسب لنا ركلتين جزاء، برضو كان في جدل على حالات طرد لم تحتسب، وسمعنا التصريح الشهير بتاع بنحتوي المباراه والامور تطلع هاديه والكلام ده. المباراه الاخيره 4-1 واحنا كسبانين 4-1 برضو كابتن اسلام وحاسمين الدوري، كان في جدل
على ركلة الجزاء لم تحتسب للنادي الأهلي، ونادي الزمالك احتسبت له ركلة الجزاء برضو بعد مراجعة الفار. فاحنا النهاردة بنتكلم عن ان بيثار دايما الجدل حوالين التحكيم المصري. ده مش معناه ان احنا لا نثق في التحكيم المصري، لكن بنقول ظهر النهاردة المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه قال في تصريحاته ان في 44 كاميرا هتنقل المباراة، في استوديو تحليلي مشترك ما بين مصر والسعودية، في اخراج عالمي، في البطل كاس مصر المرة دي هياخد $1,000,000 يا كابتن اسلام. رقم يعني تقريبا الجائزة دي ما حصلتش في تاريخ كاس مصر، $1,000,000 الافضل لاعب في المباراة هياخد $50,000. فبنتكلم على شكل مختلف لنهائي كاس مصر بتلعب لاول مره في التاريخ بره الاراضي المصريه وفي المملكه العربيه السعوديه. فكنت اتمنى ان لو في مبادره إن عشان حتى ما يبقاش في جدل، ده مباراه كاس يعني وارد نكسب وارد نخسر، لكن عشان ما يبقاش في جدل ايه المانع ان مع كل الاستعانه بالخبراء في الاخراج التصوير الملعب على احسن حال، طب ليه ما نجيبش حكم اجنبي عشان حتى اي نادي يخسر؟ طبعا ان شاء الله نتمنى النادي الاهلي يكسب، لكن لا قدر الله الكره فيها كل حاجه ما يبقاش فيه قيل وقال. بس ده اللي احنا كل عايزينه، ان الامور طالما دلوقتي في تسريبات مره يطلع يقول لك الكابتن محمد معروف، لا ده الكابتن ابراهيم نور الدين نفسه، لا اصل الكابتن محمد البنا نفسه يبقى الحكم مش عارف كم، يعني كل يوم بنسمع اسم حكم شكل، فواضح ان الكل عايز يحكم المباراه. طبعا ده حق كل حكم ان هو يبقى يحكم افضل اكبر مباراه في مصر، ولكن الضغوطات كتير، الجدل كبير على حوالين حكم المباراه. فاحنا نتمنى عشان المنظومه كلها ترتاح، انا اتمنى ان يتم يعني تنحيه الامر ده على جنب ونختار حكم اجنبي يبقى اسهل. يعني وجهه نظر شخصيه يعني ليك يا ايمن، خلينا ننتظر ماذا سيحدث خلال الفتره اللي جايه. صبري، بشوف ان المشكله اصلا هي في غياب السيستم. يعني كان في نقل عن كابتن امين عمر في وقت البطوله انه بعد تالقه في مباراه الافتتاح والناس بتقول له المستوى ده ما بنشوفوش في الدوري المصري وبتاع، فقال وفروا لنا نفس الاجواء. فالنقطه المهمه في الموضوع ان ما فيش سيستم. يعني احنا سامعين عن خناقه في لجنه التحكيم او في 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 القطاع ده دلوقتي على مين يحكم المباراه. كل حكم عايز بيمارس ضغوط عشان يحكم المباراه، اذا كان زي ما اتقال ان كابتن محمود البنا عايز ينفرد بالريكورد ان هو يكون الوحيد اللي حكم اهلي وزمالك 3 مرات في تاريخ التحكيم المصري، فده شرف كبير وهو بيسعى له. الكابتن ابراهيم نور الدين اخر سنه ليه في التحكيم وهو ادار المباراه دي قبل كده وما كانش فيها مشاكل، فانا ليه ما اخدش تكريم واختم بشكل كويس ان انا ادير اهلي وزمالك. امين عمر قدم احسن اداء للتحكيم وكان واجهه مشرفه جدا في كاس الامم الافريقيه، فده حقي. في اتجاه لكابتن محمد معروف ان هو يكون موجود في المباراه. فكل حكم او كل جهه او كل حد من او طرف من الاطراف دي بيضغط ان هو يكون يعني موجود، فالناس دي هتركز في الملعب ازاي؟ يعني اللي هيفوز بقى بالمعركه دي او بهذا السباق هيبقى اصلا تركيزه فين؟ اذا كان التركيز كله ان احنا دلوقتي بنتصارع مع بعض مين اللي هيحكم المباراه؟ ليه؟ لان مفيش سيستم. يعني هم كل واحد من حقه يحلق. لا اصل دي ما فيهاش سيستم، دي فيها ان الافضل هو اللي يحكم. ما هو بس ما الافضل من وجهه نظر مين؟ من وجهه نظر لجنه الحكام بس. واذا كانت الامور بتدار بالشكل ده ما كانتش هتحصل الخناقه دي، او ما كانش كل واحد. لا معلش، كل واحد انا بشوف انه لا، كل واحد من حقه يقول ان انا عايز اعمل وكل حاجه، ولكن انا وجهه نظري ان الحكم في راس رئيس لجنه الحكام. بالظبط. او انا وجهه نظري ان طاقم التحكيم اللي هيحكم هذه المباراه هو في راس لجنه الحكام، يعني زي المدير الفني. نتمنى المدير الفني، انت اول ما اخش على قصه البلديه والاهلي والبلديه، اول حاجه لما قريت التشكيل وشفت التشكيل قلت ايه؟ قلت ايه اللي بيعمله كولر ده، صح ولا لا؟ كلنا قلنا هذه الكلمه، لكن بعد كده اكتشفت ايه ليه؟ لان هو الوحيد اللي حافظ التشكيل وحافظ اللعيبه اللي معاه، وشايف ان اللعيبه اللي معاه دي لاعب وسام، ملاعب عمر كمان ناحيه الشمال، لاعب كريم نيدفيد مع امام وحطه قدامهم، يعني كل واحد له طريقته. يعني هي وجهه نظري في القصه دي يا كابتن اسلام، واحنا بنتكلم فيها مش احنا عارفين النادي الاهلي بيدعم منظومه التحكيم، واحنا بنتكلم بس وجهه نظر من الشواهد اللي بنتقال، زي ما نقول ايه كده بنحط ايدينا على مشكله. مباراه الانسحاب الشهيره كابتن اسلام لحد دلوقتي رغم ان لعيبه نادي الزمالك نفسهم اللي حضر الواقع قال لك احنا لظروف ما قلنا ان احنا مش هنكمل المباراه وخلافه، وقتها كان طلعوا قالوا اصل الجون اوفسايد والجون اصلا مش اوفسايد، وكل القصه دي اتروج ليها لمجرد ان الحكم المباراه هو حكم مصري. لكن لو كان حكم اجنبي
زي مثلا المباراه اللي بعديها بتاعت الطرد. لا كان هيروج ليها برضه، وانصار الفريق ده يقولوا ان لا يعني قصدي وقت الطرد الفريق الثاني واخدينه وقت طرد مباراه طرد كابتن ايمن عبد العزيز. لا مش قصدي يعني قصدي وقت طرد كابتن ايمن مباراه طرد كابتن ايمن عبد العزيز برضه وكان حصل فيها انسحاب محدش قدر ايمن اي حاجه تعديله بصراحه ايمن عبد العزيز تحديدا اي حاجه تعديله وقتها ما حصلش نفس القصه بتاعته. معرفش وقتها كان التكتيك 10% برضه ولا لا كان ما اعرفش كان 20 لسه كان 20 وقتها يعني انا ايمن انا بحبه ايمن صديقي اخويا الصغير يعني لكن يعني التصريحات لكن يلا ماليش علاقه بس خلاص اتفضل. انا خلصت كلامي في موضوع التحكيم ده انا خلاص يعني موضوع التحكيم انا زي ما قلت انا شايف ان المشكله اصلا في غياب السيستم. انا مش بلوم على الحكام انا بلوم على ان مفيش سيستم واضح هم يشتغلوا من خلاله فما يبقاش ما يتفرغوش لهذه الصراعات اللي هي دايما بتحصل مع كل مباراه قمه. يعني احنا في كل مباراه قمه بنسمع نفس الحكاوي كل حكم من ناحيته كل حكم في القائمه الدوليه بيضغط من ناحيته عشان هو يكون موجود في المباراه لان ده شرف كبير. انما لو في سيستم واضح قدام عينيهم هم عارفين ان السيستم ده اللي بيتم على اساسه الاختيار ما كانوش هيدخلوا طيب وهيتفرغوا للخناقه دي وكانوا يركزوا في الملعب اكتر. ندخل بقى على ماتش البلديه واول حاجه عايز اسالك عليها وسام ابو علي واول لمسه في اول مباراه شكل اساسي اعتقد تسجيل هدفين مفيش احلى من كده ان انت غير ان انت تجيب ثلاثه. لا الصراحه فعلا زي ما انت بتقول كده يا كابتن اسلام يعني بدايه ولا احلى. الثقة مهمة دي المباريات اللي احنا بنقول فيها كده ان دايما الفرق الكبيرة بتستنى مباريات زي كده عشان خاطر دي بتقدر تجرب فيها اكتر من طريقة بتقدر النهاردة ان انت لو عايز تلعب في التشكيل براحتك تلعب الامور بتبقى سهلة. قائمة النادي الاهلي يعني بص الجون يا كابتن اسلام حتى هنجيب التحرك القطعة راجل هدي على الكوره تحت رجله وراح حاططها في الجون بشكل هادي جدا تحركاته مميزه جدا يعني بعيدا عن حتى الهدف ده كابتن اسلام وتحركاته عموما مميزه جدا. الضغط اللي هو بيعمل ضغط بشكل مميز جدا أيوة. على المدافعين. كولر اصلا الفلسفه بتاعته اللي شرحناها مع حضرتك هنا كابتن اسلام كتير هو بيبقى بيدور على نوعيه المهاجمين اللي زي بالظبط كده اللي بتستلم تحت ضغط اللي بتطلع تلعب الكوره الهوائيه للمنطلقين من الخلف. يعني احنا ممكن الاول نستعرض ارقامه كابتن اسلام في المباراه لان هي يعني ارقام اتفضل يا سمير اول يعني بنتكلم في اول زوري لعب 63 دقيقه سجل هدفين من محاولتين صحيحتين على المرمى من اربع محاولات لمس الكره بنتكلم 11 مره وعمل التحام هوائي ناجح 2 من 4. في صوره يعني احنا استعرضنا اول حاجه اللي هي صوره الهدف الاول الهدف الثاني كمان كابتن اسلام كان فيه حاجه مهمه جدا اتفضل. الحركه اللي عملها اللي سحب معاها المدافع كانت مهمه جدا بعد كده راحت لقفشه قفشه لما لعبها حصل بلوك بعد كده راحت متابعه لكريم فؤاد سجل منها الهدف الثاني. فهنا النهارده انت مع مهاجم متنوع بيقدر يخلق لك الفرص بيصنع لك الفرص مش بس راجل صندوق فده يعني بص ده مثلا كره الجون الاول كابتن اسلام رامي ربيعه طبعا عمل فيها شغل عالي جدا من القطع الضغط والقطع والكره الطوليه وهنا وسام ازاي قطع وسرق صحيح دافع وكسر الاوفسايد في لحظه وسجل. الصوره الثانيه دي صوره الجون الثانيه يا كابتن اسلام بتاعته بص هنا خد خد المدافع معاه وعين المدافع اللي قدام قفشه كمان لحد ما يعني اتشتت لكن قدر ان هو يتدارك الامر وعمل بلوك قدام قفشه ولكن كريم فؤاد وجوده في منطقه الجزاء قدر ان هو يتابع الكره ويسجلها. طبعا حط ركله الجزاء بامتياز فهي مباراه جيده جدا كافتتاحيه لوسام يبني عليها للي جاي. مهم جدا ان احنا يبقى عندنا تنوع في المهاجمين بتوعنا سواء وسام او مودست او حتى كهربا. يعني بما اننا بنتكلم عن وسام ابو علي خلينا نطلع نشوف هذا اللقاء وماذا قال وسام ابو علي بعد احرازه لهدفين في مباراه البلديه ونرجع نكمل مع حضراتكم او بعدها نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نتكلم برضو عن مباراه البلديه والاهلي. كل التحية لكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي مبروك بالتاكيد فوز مهم جدا النهارده مباراه كانت مهمه ولها تحضيرات خاصه لكن الحقيقه لابد من الاشاده الكبيره جدا الحقيقه بيه وسام ابو علي الصفقه الجديده والوفد الجديد والحقيقه بيقدم اداء اكثر من رائع علاقه مميزه جدا بلعيبه النادي الاهلي كل الامور دي هنتكلم معاه مع وسام ابو علي. مبروك اداء اكثر من رائع بتجتهد بشكل كبير جدا في التدريبات يمكن احنا بنتابع التدريبات عن كثب كمان يمكن لعيبه النادي الاهلي كان ليها دور كبير جدا معاك خلال الفتره اللي فاتت قول لي النهارده هدفين بيمثلوا لك ايه النهارده المباراه بتمثلك؟ انا اهم شيء اول شيء انه كسبنا الماتش ده اهم شيء لي كلاعب كره طول حياتي انا بحب اكسب فاهم شيء جبنا اجوال كتير
ده مهم إلنا. يعني أنا هداف هداف كريم هداف رضا، ده شيء كويس إنه كل الهجوم بيجيب جوال، وده شيء منيح إلنا إحنا. إذا بدي أحكي بنفسي شوي كتير، يعني الحمد لله الحمد لله مبسوط وفرحان كتير إني جبت الجولين. أنا كنت زعلان كتير إني اتصابت بعد بأسبوعين، بس كل شيء الواحد بقول بإذن الله وإن شاء الله، وإجتني الفرصة اليوم والحمد لله هدفت، وعم بلعب مع لعيبة كويسة وقدام الجمهور، ويعني إحساس جميل كتير، ويعني مبسوط كتير كتير لإلي ولأهلي ولعالم فلسطين. يعني شيء كبير إلي اليوم، يعني من أكبر أيام بحياتي أنا. ثقة كبيرة جدا بالمستر كولر وبن وسام، وكمان يمكن الجهاز الفني بيثق فيك بشكل كبير. الكواليس دي مهمة جدا، والتحضير النفسي بيكون مهم جدا يا وسام. يعني مستر كولر بيتكلم معاك ازاي في هذا الامر؟ النهاردة انت ظهرت بشكل اكثر من رائع، ويعتبر اول مباراة في بطولة الدوري. انا لما جيت رحنا المعسكر على الامارات وعم بتدرب مع اللعيبة، وهو الراجل بيشوفني بالتمرينات وبيشوف الشغلات اللي بعملها انا. اذا عجبه بلعب، اذا ما عجبه بتدرب احسن وبلعب. فده اهم شيء عندي انا، انه كل يوم بالتمرينات ارجع حالي من احسن وسام، وانا بعرف شو بقدر اعمل، وان شاء الله الجمهور كمان بيشوفوا انه انا هداف، ومش بس هداف، بضغط وبجري للنادي الاهلي، عشان انا كراس حربي كمان اول دفاعي، وده اهم شيء لي. انا هيك بضلني بقلب الماتش، انه بجري وبضغط للفريق، اهون اللعب على دفاعنا احنا. كل ده ما بتتكلمش عربي كويس؟ الحمد لله كويس، احسن واحسن. يسلم يسلم. مبروك اكيد لوسام، مبروك لكل جمهور النادي الاهلي، يا رب ان شاء الله القادم افضل. عندنا مزيد من المباريات، لكن ان شاء الله باذن الله على عهد والوعد كما عهدونا لاعبي النادي الاهلي. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. صبري عمر كمال واول مشاركه. انا عايز اتكلم عن وسام الاول. أنا يعني من حقي. انا بحبه كلنا من حقنا. انا يعني انا مش معتاد ان انا بحب احكم على اللعيبه بسرعه، يعني انما الحقيقه ان انا من اول 10 دقائق حصل لي حاله من السلطنه قبل حتى الجون، من التحركات اللي كان بيعملها في الملعب، طريقته في الضغط، التايمنج بتاعه في الضغط، ازاي بيقدر يقفل مسارات التمرير على المدافعين. الحقيقه ان هو تسبب في ازعاج كبير قوي، وطريقته وستايله في اللعب تزهق اي خط دفاع بيلعب قدامه. هو يمكن شويه يشبه وليد ازارو في طريقه اللعب، لكن بجوده اكبر، مش بنفس السرعه لكن بجوده اكبر على المرمى. التحاماته قوي جدا في الالتحامات، كويس قوي في العاب الهواء. احنا بنقول ان هو طلع 4 مرات في التحامات هوائيه ياخد منهم كورتين. كورته على الارض كويسه جدا، والفينش بتاعه هايل، بيسجل بيمينه بشماله، بيعرف يتحرك في انصاف المساحات بشكل هايل. الحقيقه كل حاجه كان بيعملها النهارده نموذج للمهاجم اللي المفروض يكون موجود في النادي الاهلي، او المهاجم اصلا في الكوره. يعني هي دي الشغلانه. احنا قعدنا فتره طويله قوي، سنين كتير فاتت، بنقول ان المهاجم مش لازم يسجل طالما بيقدم الادوار الثانيه، بيضغط، مش عارف. صحيح. لا، هو المهاجم في الاخر لازم يسجل، يعني في ادوار كتير قوي بيعملها، ده دوره الاساسي. دوره الاساسي. فالراجل بيعمل كل ما هو مطلوب منه كمهاجم، بيقدر ينفذه بشكل هايل. الحقيقه ان المفاجاه النهارده، او مش مفاجاه الحقيقه، بس هو رد على الحمد لله ما طلعش كبير في السن قوي، وعمر كمال النهارده. عمر كمال بيلعب لاول مره مع النادي الاهلي كظهير ايسر، بيقدم اداء ممتاز جدا. ممكن برضو الحقيقه نستعرض ارقامه، لانه الحقيقه لعب في مركزين النهارده، وفي بدايته مع النادي الاهلي ان هو يقدم الشكل ده من الاداء، فهو بيثبت ثقه النادي وثقه الجهاز الفني فيه ان هو يكون موجود. الحقيقه ان هو اضافه كبيره. عمر لعيب كبير ولاعب دولي واسمه محترم في الكره المصريه. طيب. هو لعب المباراه كلها 90 دقيقه ولمس الكره 75 مره. اوكي. 75 مره، انا بشوف ان 75 مره في اول مباراه ليك مع النادي، فانت بتحظى بثقه اللعيبه اللي حواليك. أوكي. دقه تمريره كانت 49 من 57 تمريره، قدم صنع فرصه، وتمريراته الطويله كانت 13 تمريره منهم 7 صح، يعني اكتر من 50% من الكرات الطويله اللي بيلعبها كان بيلعبها بشكل مميز جدا. شتت الكره مرتين وعمل بلوك قدام المرمى مره واحده، وكسب التحامين ارضيين من 3، وشارك في مركزين. يعني احنا
لما حصلت اصابه محمد عبد المنعم كلنا رحنا بدماغنا ان هاني اللي هيخش يلعب قلب دفاع، لكن فوجئنا ان اللاعب في المركز ده هو عمر كمال، وعرفنا بعد كده ان كولر كان بيجربه فعلا في المركز ده في الايام اللي فاتت في التدريب. فالموضوع ما جاش صدفه، كان في تخطيط واضح ان احنا داخلين المباراه بالاثنين، المباراه وديه كمان صبري جاب الاثنين قلبين الدفاع وما عندناش حد على الدكه، فكان لازم هيكون بديل. الراجل شايف ان محمد هاني هو الظهير الايمن الاساسي في الفريق، فكان لازم يلاقي حل تاني، فوجد ضليته في عمر كمال. فاحنا النهارده كمان بنكتشف ان عمر بيلعب في مركز جديد، يعني شفناه هو بيلعب جناح، وشفناه هو بيلعب مهاجم، وشفناه هو بيلعب باك رايت، وشفناه هو بيلعب باك ليفت. لا النهارده كمان اكتشفنا ان هو يقدر يؤدي في بعض المباريات الدور ده لو اتطلب منه كقلب دفاع. فالحقيقه ان هو مكسب برضه مهم وكبير للاهلي، وهيقدم اضافه كبيره يعني. طيب حاله الرباعي قفشه وامام وكريم فؤاد ورضا سليم، يمكن الرباعي للامانه يعني كتير احنا كنا بنتكلم يا كابتن اسلام ان الاهلي الموسم ده في بعض المباريات بيبقى عنده مشكله في البدايه ان هو ما بيسجلش مبكرا عكس الموسم السابق، وده كان ليه اسباب كتير. النهارده الشكل الهجومي بتاع النادي الاهلي والحيويه اللي كان فيها الرباعي ده ساعدوا الفريق كله ان هم كانوا مريحين الفريق كله. يعني احنا ممكن نستعرض الاول الاثنين اللي ابتدوا كاطراف هجوميين، كريم فؤاد ورضا سليم الارقام بتاعتهم، وطبعا رضا سليم بيبتدي كاساسي وبيلعب 90 دقيقه، ده لاول مره من منذ اصابته في مباراه سان داونز في الدوري الافريقي. يعني النهارده دقائق المشاركه نتكلم 82 دقيقه لكريم فؤاد، 90 دقيقه رضا سليم، الاثنين سجلوا بشكل رائع من تمركزات مميزه، سواء كريم فؤاد الطرف اللي بيضم للعمق عشان خاطر يبقى موجود في منطقه الجزاء، او حتى رضا سليم في فكره القطعه اللي من المدافعين والانطلاقه ويسجل بالقدم اليسرى. دقة التمريرات بتاعتهم قريبة من بعض، بنتكلم في 17 من 22 و16 من 22 لرضا سليم، ودي نسبة كويسة للأطراف. التمريرات المفتاحية يمكن رضا سليم عمل واحدة، الكرات الطولية ودي من الحاجات برضو المميزة النهاردة، بنتكلم كريم فؤاد عمل اثنين صح، رضا سليم عمل 4 كرات من 6 بشكل سليم. فنهاردة حالة الاثنين دول ساهمت بشكل كبير ان النادي الاهلي يفرض تفوقه من البدايه مع باقي المجموعه وريحتهم. فاعتقد ده حاجه كويسه ان النادي الاهلي الفتره اللي جايه عنده ضغط مباريات كبير جدا، خصوصا بعد التوقف بتاع مارس ده كمان يا كابتن اسلام. نتكلم في دور الثمانيه في دوري ابطال افريقيا ومباريات الدوري، ولسه ما نعرفش حتى مصير الكاس الجديد ايه، وهيكون خارج من نهائي الكاس وافريقيا. يعني احنا بنتكلم احنا بس في اسبوع واحد كابتن اسلام هنلعب مباراه في كل بطوله، مباراه صحيح. دوري، وعشان الناس اللي بتقول لك التاجيلات وما اعرفش ايه، مباراه في الدوري، مباراه نهائي كاس في السعوديه، ومباراه دوري ابطال افريقيا. فالامور صعبه، فمهم جدا ان حاله اللعيبه تبقى مميزه. النهارده كمان في قفشه وامام عاشور، يمكن امام خد افضل لاعب في المباراه، انما قفشه كمان قدم مباراه لا تقل جوده عن امام. الحقيقه كانوا مميزين جدا في نص الملعب وقدموا اداء محترم جدا. امام عاشور شارك النهارده 70 دقيقه، صنع هدف ولمس الكوره 40 مره، دقه التمرير بتاعته كانت 18 من 27 وقدم او صنع فرصه واحده للتهديف، وكراته الطويله عمل 5 تمريرات كان منهم 2 صح. قفشة لعب 90 دقيقة، صنع هدف، لمس الكرة 46 مرة. في التمريرات دقة التمرير بتاعته كانت أعلى شوية، يمكن لأن قفشة معظم تمريراته بتكون يعني في العادة بتكون تمريرات قصيرة، بس هنتفاجئ تاني برقم بعد كده. هو 31 تمريرة صحيحة من 37 وقدم 3 أو صنع 3 فرص للتهديف. قفشة النهاردة عمل 5 كرات طويلة والخمسة كانوا صح. فالحقيقة إن الاثنين النهاردة كانوا بيقدموا أداء على المستوى الهجومي بالذات كان أداء مميز جدا، والنتيجة كانت باينة أن احنا فوزنا بخماسية كان شكلها حلو جدا، الأهداف كلها ملعوبة والأهداف كلها حلوة، حتى الجول بتاع مودست عمل فنت كويس قوي وقدر أن هو يعني يورينا نموذج للمهاجم الكبير ممكن يعمل إيه، حتى لو هو حركته مش كتيرة بحكم السن، لكن في لحظة جوه 18 بيقدر يخلص وبيقدر يسجل هدف شكله حلو. الحقيقه النهارده هو عمل في الكوره بتاعه الهدف دي كل حاجه، ازاي استلم وازاي حجز بجسمه وعمل الفنت وخد المدافع ولف بيه وحط الكوره الحقيقه بشكل مثالي. في النهارده الحاله بتاعه الكل اللي شارك في خط الهجوم تحديدا قدموا مباراه الحقيقه ممتازه جدا جدا جدا، فاستمتعنا بيها.
عموما هي مباراة استمتعنا بيها ومباراة تستحق وتليق بعودة البطل مرة أخرى لهذه البطولة. لسه البطولات جاية كتير إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية، ربنا يكرمنا. خلاص صعدنا إلى البطولة الأفريقية، إن شاء الله ربنا يكرمنا يوم الجمعة ونصعد كأول عن هذه المجموعة، ثم بعدها مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر. إن شاء الله ربنا يكرمنا بهذه البطولة، وبعدها إن شاء الله ربنا يكرمنا ويكرمنا ويكرمنا دائما. طول ما جمهور النادي الأهلي يقف في ظهر النادي أعتقد أن الأمور هتبقى دائما مختلفة، وهتظل دائما الأمور بهذا الشكل، بطولات ونجاحات كبيرة جدا، لأن جمهور النادي الأهلي يستحق مننا كل هذه الأمور. أنا بشكرك شكرا جزيلا يا أيمن على وجودك معنا، شكرا صبري على وجودك معنا، شكرا جزيلا. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وغدا حلقة جديدة من البيت الكبير. وقبل بس ما أنهي هذه الحلقة، حسيب حضراتكم مع لقاء مع مدير الكرة في النادي الأهلي كابتن خالد بيبو، ولقاء أهم جدا الحقيقة، اتكلم فيه عن نقاط مهمة. خلينا نطلع نشوف ماذا قال كابتن خالد بيبو، وبعد هذا اللقاء أنا بشكر حضراتكم، وإن شاء الله ألتقي مع حضراتكم وحلقة جديدة من البيت الكبير غدا في نفس الموعد. بجد تحية لكل جمهور النادي الأهلي العظيم وكل مشاهدينا. مبروك النهارده، فوز مهم جدا، لأن المرحلة القادمة زي ما قلنا مرحلة متلاحمة من المباريات، مرحلة فيها تحديات كبيرة جدا. لكن قبل كل الأمور دي الحقيقة يعني عايزين نقول للكابتن خالد بيبو ألف سلامة عليك، لأن يمكن كابتن خالد بيبو الحقيقة قليل الظهور، عنده هدوء أنا بحسده عليه الحقيقة. كابتن خالد بقول لك الحمد لله على السلامة الأول من رحلة ميدياما، وبقول لك ألف سلامة عليك، لأن يعني زي ما بقول لك أنت قليل الكلام جدا، لكن الحقيقة بنشوف مجهود كبير جدا بيبذل في مواقف صعبة جدا في الاخر خالص عشان خاطر النادي الاهلي. هو الهدف هو النادي الاهلي، مين تعبان في اي حاجه، كل الامور دي انا عارف ان انت بتحطها على جنب عشان خاطر النادي الاهلي. مبروك النهارده، فوز مهم جدا، حابب تقول النهارده كده؟ والله مبروك ليك وشكرا طبعا على المقدمه، واحنا كلنا بنشتغل جوه النادي الاهلي، بتبذل كل مجهود عشان خاطر المجموعه كلها تنجح. مفيش حد بيدور على حاجه لنفسه، ولا حد يقدر يدور على حاجه لنفسه. والنادي النادي الاهلي دايما هو فوق، عشان بس الناس بتزعل، الاهلي فوق الجميع، فوق جميع الاهلاويه، عشان بس يبقى الدنيا فوق كل البيان ينتمي للنادي الاهلي، عشان كده احنا بنقول الاهلي فوق الجميع. احنا كلنا بنشتغل تحت سقف النادي الاهلي، فعايزين النادي الاهلي ينجح باي شكل. بس التحدي كان مهم جدا النهارده، لان زي ما بنقول يا كابتن خالد التلاحم كبير جدا من بطوله الدوري للبطوله الافريقيه، المباراه سوبر لها حسابات كثيره جدا عند الجهاز الفني والمجلس الاداره والجمهور. لكن ابدا معاك النهارده، التحضير كان مهم جدا، مش هنتكلم على شكل المباراه على قد ما هنتكلم على الحافز الكبير والرغبه الكبيره جدا عند لعيبه النادي. والله دايما احنا انت بتتكلم مع اللعيبه طول الوقت، ان انت كل بطوله بتاخدها على حده، كل بطوله بيبقى ليها تجهيزه، كل بطوله بيبقى ليها يعني ليها الادوات بتاعتها اللي انت تقدر تكسب بيها البطوله دي. واحنا النهارده راجعين بقالنا فتره طويله ما لعبناش في بطوله الدوري، وعايزين نستفيد بكل الاخطاء اللي عمله الخصم، مبقاش ان احنا مش عايزين نضيع نقاط سهله. فمكسب النهارده كان كويس، وهو ده الكلام اللي اتقال، يعني المدير الفني اتكلم قبل الجيمين، احنا عايزين ناخد الجيم بسرعه، ما نخشش ما ندخلش الخصم معانا في الجيم. عشان كده الحمد لله برضو لما احنا بنقول على دايما النادي الاهلي بيجيب اهداف في الاول، الجيم بيفتح معاك وتقدر ان انت يعني تخلص الجيم يعني، وده اللي حصل النهارده. احنا كان الاصرار ان احنا طبعا انت عارف رحلتين سفر كانوا صعبين جدا جدا جدا، واخر رحله كمان كانت صعبه جدا، احداثها كتير ومشاكلها كانت كتير، بس الحمد لله قدرنا ان احنا نكسب. فكنا حابين ان انت يعني تكمل المكسب بتاعك، ما تخشش في مشاكل الدوري المصري، وان انت يعني بتبتدي تضيع نقاط ملهاش لازمه. فكان الاصرار ان انت تخلص الجيم من بدري يعني، وده اللي حصل، والحمد لله كسبنا يعني. مكاسب بقى المكسب الثلاث نقاط حاجه، ومكسب طبعا اللاعب وسام طبعا ده مكسب بالنسبه لنا النهارده، وهو لعيب كويس مع زمايله طبعا، مع توني ومع كابتن كهربا طبعا، لعيب كبير، واحد من نجوم النادي الاهلي. عندنا مجموعة مميزة للفترة الجاية إن شاء الله، عندنا تحديات كتير وعندنا مباريات كتير، فإن هو يخش مع مجموعة الفراودة بهدفين النهاردة دي حاجة كويسة جدا. الفصل مهم جدا، وأنا عارف إن النادي الأهلي متعود بياخد المباراة البطولة الأفريقية بشكل، وبعد كده بيبدأ بيقفل الصفحة بيبص لمباراة السوبر، لأن زي ما قلنا مباراة السوبر ليها حسابات، يانج أفريكانز الحسابات شكلها عامل إزاي، والسوبر كمان، لأن السوبر في السعودية ويكون شكل يعني مميز جدا. بنأمله إن شاء الله بإذن الله إن المباراة تليق باسم الفريقين يا كابتن. طبعا إحنا في الأول عندنا مباراة مهمة جدا يعني هنبتدي نركز فيها،
عايزين نكسب، عايزين نعمل جيم كويس. احنا كل المباريات بندور على المكسب، وكل المباريات بتدور على ان انت ازاي يعني تاخد المكسب بشكل كويس واداء كويس. احنا يعني بندور على مكسب واداء، عشان معادله صعبه جدا، لان انت جمهور من حقه انه يستمتع بلعبه النادي الاهلي. وطبعا ملعب استاد القاهره طبعا بشكرهم عليه، بشكر الناس طبعا ان هم قادرين يعني يحافظوا على الملعب وان هو يطلع بالشكل ده، وده بيساعد اللعيبه جدا وبيساعد المدير الفني ان انت تعمل جيم كويس وتقدر تطلع شغلك. فالنهارده الملعب كويس، فاللعيبه قدرت النهارده تكسب المباراه بشكل كويس. فاحنا عندنا مباراه مهمه وهنركز فيها، وبعد ما نخلص المباراه ده نشوف بقى موضوع الكاس. الف مبروك يا كابتن، شكرا. الله يخليك، الله يخليك، ربنا يخليك. كل الشكر والتقدير للكابتن خالد مدير الكره بالنادي الاهلي. يا رب ان شاء الله باذن الله يستمر النادي الاهلي في ادائه والانتصارات والسلسله الكبيره جدا من التحديات خلال الفتره القادمه. ان شاء الله موفق النادي الاهلي في مباراه يانج افريكانز بطل تنزانيا.